ألسنا نحن القائلين يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر؟ البحر كانت الكرة القريبة، النهر هذه الكرة. تمشي من تشافي، يلعب كرة خطيرة والحارس ممتاز، ترجع لضربة من نباس عالية، يا نباس بعيدة يا خيسوس. شوف الكرة، كانوا ثلاثة أربعة ضد لاعب، هو فان بيرسي. أين ذهب الدفاع؟ لولاك يا ستيكلنبرغ لضاعت هولندا. لولا ستيكلنبرغ هولندا اللي ترجمتها الأراضي المنخفضة كانت ممكن تنخفض أكثر. على فكرة معطى جغرافي جيولوجي، العلماء يقولون أن هولندا من الدول المرشحة للاختفاء في قرون قادمة. نعم، بسبب يعني تراجع مياه البحر، الأراضي المنخفضة يعني منخفضة وممكن تزيد تنخفض، فممكن فرصة للتاريخ يا روبرت. هولندا بطلت العالم 2010، إذا ممكن في 2200 يقولوا ما فيش هولندا. أين سيذهب هذا الشعب المبدع الممتع المؤنس؟ أين أحفاد كرويف وأين أولاد فان باستر؟ نمشي بكورة ترجع في كورة للمنتخب الإسباني بوسكيتس، للمنتخب الهولندي في باس اوف سايد، وقع في الفخ. طاري الربان، ماذا؟ اعطيه صفر، اعطيه صفر، القانون قانون يا خواف. الحكم خاف، خاف لانه الانذار الثاني على روبان، اقصاد ثاني. هولندا لعبت بالنار، قمه عدم الاحتراف بالرب في الكره هذه. مش معقول يا ري، عندك انذار وتلعب كره بعد الصفاره. كانوا يتحدى الحكم، خواف يا هوا جواب. 11-9 المعركه تصبح محسومه. نرجع ونعطي حق الحكم، يلزم اجتهاد مش يوصل بالماتش لبرا الامان رغم اخطاء. قلوا في محاباه، المحاباه في كل مكان وفي كل زمان وفي كل الميادين وفي كل المجالات. جات على المعشب الاخضر، احسب وربي معاك يا هوا ديوان. لا يفسد ولا تفسد عرس النهائي لكورة لعبها روبن في لحظة غضب. المبدع روبن، إيليا 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 لعب كورة وخطة لهولندا. الآن كورة بكورة، خطا في خطة كأنها ركلة ترجيح. انذار وإقصاء هايتينجا، ورقة حمراء، ورقة حمراء لهايتينجا عند الساعة العاشرة لعشر دقائق ليلا في توقيت اوروبا. هايتينجا يخرج بحمراء، اسبانيا ممكن تفرح كل الحمراء، كل عشاق الحمراء هناك في غرناطة ارض اجدادي قصر الحمراء. 1-0 في كورة الان لو خرجت منها سلامات هولندا ممكن ستكتب لهولندا.